نتابع النشرة، حيث سجلت المرأة اليمنية حضورا لافتا في ساحات الاحتجاج في مدن البلاد، وذلك رغم التقاليد المحافظة السائدة في المجتمع اليمني. فبالإضافة إلى المشاركة في التظاهرات والاعتصامات بل وتنظيمها وقيادتها أحيانا، تساهم النساء في النشاطات التطوعية في الساحات، ومن بينهم تقديم الخدمات الطبية للمصابين وللجرحى. منذ أن تحرك شباب الشارع اليمني للمطالبة بالتغيير والإصلاح، شاركت الدكتورة أروى عمون منذ اليوم الأول، وظلت على مدى هذه الأشهر قريبة من الساحة الرئيسية للاعتصام، تتواصل مع زميلاتها في اللجان النسائية كل يوم، تأتي لتقدم ما تستطيعه من مساعدة، فلا يكاد نشاط يخلو من مصابين يحتاجون للعناية والرعاية الطبية. نزلت مثلي مثل كل الزملاء الذين شاركوا في الاعتصام في ساحة التغيير لمساعدة اخواننا المعتصمين. وتعتبر الدكتورة أروى انها والعاملين معها أسرة واحدة تدعو لهدف واحد. انا حاسس اني عايش بين اباء واخوان وابناء في الساحة، اللي نحس فيه شعور كلها يعني أسرة واحدة لها هدف واحد. الكادر الطبي في اللجنة الثالثة أشاد بالمشاركة النسائية في معالجة مصابي الاعتصامات. كفاءة عالية، وبعضهم قد يمكن أن هي يعني كفاءتها أكثر من رجل. وبحكم وحدة الاهتمام والهدف، تجد الدكتورة أروى نفسها قريبة من زميلاتها في باقي اللجان النسائية الأربع التي تحضر إلى هذا المكان كل يوم، وتمارس هذه اللجان أعمالا طبية وأمنية وإعلامية وتنظيمية، تظهر الحضور النسائي بشكل لا يقل عن حضور الرجال، فيأخذ كل بيد الآخر لما يقولون إن فيه حرية اليمن. عدم مشاركة النساء معناها شلل نصف المجتمع، والمرأة منذ البداية أصلا كانت تقود المظاهرات. مشهد بدا كأنه عرس حضر الجميع إليه، فلم تعد حتى ميادين السياسة في اليمن حكرا على الرجال، بل لقد أثبتت الشهور الماضية أن المرأة عنصر فاعل في المجتمع، فدم نساء اليمن متصل بدم رجالها، حتى إن بعض الأهالي شجعوا بناتهم على المشاركة في الاعتصام. الأهل مش ما يمانعوش خالص، يعني مشجعين الفكرة بشكل كبير، وإحنا كلنا في الساحة الأهل. ولا تقتصر مشاركة المرأة على اللجان العاملة، بل ها هي تأتي وتشارك في الاعتصامات بشكل يومي ومستمر، إذ ارتحلت بعض العائلات بكاملها لتقيم في خيام الساحة. رغم تحفظات البعض على مشاركة المرأة في الحياة العامة، أبت المرأة اليمنية إلا أن تشارك في اعتصامات التغيير. حسن الطرزي، قناة الحرة، صنعاء.